اهلا بيكم. درسنا النهارده هو غاز النيتروجين. اول حاجه عندنا، اعرف غاز النيتروجين. ده عنصر كيميائي يوجد في الطبيعه على شكل غاز ورمزه N2. جزيء النيتروجين يتكون من ذرتي نيتروجين. لماذا سمي غاز النيتروجين عديم الحياه؟ يسمى أيضا بالأزوت، ومعناه عديم الحياة لأنه لا يساعد على الاشتعال ولا يدخل في التنفس، وهو عديم اللون والطعم والرائحة وصعب الذوبان في الماء، ومكون أساسي لجميع المركبات البروتينية. واحنا دلوقتي بنشرح درسنا على هي سؤال وإجابة. طب من العالم الذي اكتشف غاز النيتروجين؟ اكتشفه العالم دانيال رازرفورد. أين يوجد غاز النيتروجين؟ يشكل 78% من الغلاف الجوي للأرض. يدخل فيه تركيب جميع الأنسجة الحية، وكل الكائنات تحتاج إليه لكي تعيش، لأنه يكون أهم جزء في البروتينات. تتكون أكاسيد النيتروجين في الهواء الجوي أثناء حدوث البرق. كيف يصل النيتروجين للتربة الزراعية؟ يصل إلى التربة الزراعية مع مياه الأمطار، وتنتج البقوليات مثل البرسيم والبازلاء وفول الصويا، وتستمد النيتروجين من الهواء بمساعدة نوع من أنواع البكتيريا يعيش في جذورها. بعد كده، ما خصائص غاز النيتروجين؟ أول حاجة، عديم اللون والطعم والرائحة، لا يساعد على الاشتعال، صعب الذوبان في الماء، ولا يتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر الأخرى. يتحد مع شريط المغنيسيوم مكونا مادة بيضاء، وبإضافة قليل من الماء تصاعد منها مادة نفاذة جيدة جدا، قصدي هي غاز النشاطر، متعد تأثير على دوار الشمس، ويمكن تكثيف النيتروجين إلى الحارس. و أول حاجة، ايه اهمية استخدامات غاز النيتروجين؟ يستخدم حديثا في ملء الاطارات للطيارات والسيارات بسبب الثبات النسبي لحجمه عند تغيير درجات الحرارة. ويستخدم النيتروجين السائل لعلاج الاورام الجلدية، خاصة الحميدة منهم السائلين، ويدخل فيه تركيب البارود، ويدخل فيه تركيب نترات الأمونيوم الذي يدخل فيه تركيب الأزمدة وخصبات التربة، ويسمى الأمونيوم مش الألمونيوم. طيب، يستخدم النيتروجين برضو السائل كمبرد للمنتجات الغذائية بغرض حفظها أو نقلها، ويستخدم تجاريا في عملية تصنيع النشادر الأمونيا، وتستخدم لإنتاج الأسمدة والمخصبات. 7، يستخدم كمادة غير نشطة في إجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار، وأثناء تصنيع الأجزاء الإلكترونية، ويستخدم في صناعة الفولاذ الذي لاذ. ويستخدم كميات قليلة من النيتروجين لملء بعض أنواع المصابيح، ويستخدم في تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. طيب، نتذكر في درسنا خصائص غاز النيتروجين: عديم اللون والطعم والريحة، لا يساعد على الاشتعال، متعدد التأثير على وقت دوار الشمس، و تكثيف النيتروجين الحالة السائلة، وصعب الذوبان في الماء. نيجي عند التدريبات بتاعتنا. أجب على الأسئلة الآتية: ما هو غاز النيتروجين؟ ده عنصر كيميائي يوجد في الطبيعة على شكل غاز ورمزه N2، وطبعا رمزه N2 وكمان هو متكون من ذرتين نيتروجين في الهواء الجوي، و بيشغل من الهواء الجوي 78% من حجمه. طب علل: يسمى غاز النيتروجين عديم الحياة لأنه لا يساعد على الاشتعال ولا يدخل في عملية التنفس.
طب السؤال الواجب بتاعنا أجمع على السؤال التالي، اذكر استخدامات غاز النيتروجين. كده نكون خلصنا درسنا، مع الوعد بلقاء آخر مع نفع نتعلم ببساطة.